الأخ عادل يقول: حكم الصلاة في المسجد واجبة، يستحي المؤمن من الله أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيبه. الربيع بن خثيمٍ رحمه الله أصابه الفالج في آخر أيام عمره، فكان يخرج للصلاة يتهادى على رجل بين رجلين، فقالوا له: يا أبا يزيد، إن الله عذرك. قال: والله إني لا أعلم، لكن إذا سمعتم حي على الصلاة حي على الفلاح أجيبوها ولو حبوا. وإن من أعظم ما يؤتيه الله عبده أن الله خلى بينه وبين الوقوف بين يديه، والمعنى أنه إذا أتاك الله عافية ومكنك أن تتوضأ فقد أذن لك أن تقف بين يديه، فإذا أبيت أن تقف بين يديه في بيته فأنت المحروم والله غني عنك.